ماذا لو قلت لك ان في تدريب في كرة القدم للمتعة، ومش بس كده، ده كمان يعتبر من اقوى وافضل التدريبات اللي هتسخن بيها، وتقريبا جميع الاندية بتستخدم التدريب ده في تدريباتهم، لان بيكون فوائد كتير جدا من الناحية الذهنية، المتعة، التركيز، اتخاذ القرار، سرعة رد الفعل، ومن الناحية البدنية بيشتغل على السرعة الابتدائية وتغيير الاتجاه. فتعال نشوف التدريب ده ونشرحه بالتفصيل ونشوف الاشكال المختلفة له. السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عمر شلتوت، واهلا بكم في فيديو جديد من سلسله تحسين العامل الذهني في كره القدم. تدريبات المتعه او الفان دريلز من الحاجات اللي لازم يتضمنها اي تدريب، عشان ما يبقاش التدريب كله العب تعالى روح واللاعب يزهق، فلازم يكون في تدريبات متعه او الفان دريلز، والحاجه دي بنشوفها كتير في تدريبات برشلونه. وتدريبات المتعه من ميزتها انها بتشتغل على عوامل تانية بدون ما اللاعب يحس، فبيكون مستمتع وفي نفس الوقت بيشتغل على عوامل ذهنية وعوامل بدنية اخرى. فتعال نشوف واحد من افضل التدريبات دي، وهي التيك تاك تو او سيجا او اكس او او اي اسم انت بتسميها بيه. هتبقى تعمل سيجا بالشكل ده، يعني انت كده عندك 9 مربعات، ولو ما عندكش كون تقدر تستخدم اي حاجة تانية، المهم تعمل 9 مربعات، والافضل انك تستخدم دوائر بالشكل ده عشان تكون التدريب يكون سهل. وهيبدأ كل واحد هيكون معاه الوان مختلفة، فحلم هنا معاه 5 الوان ازرق، ودولة معاه 5 الوان ليموني، فهنشوف مين اللي هيقدر يعمل خط مائل او خط مستقيم. 3 2 1 ابدأ. دولة كسب. وفي حالة لو اللعيبة كانوا اكتر من 2، فهيعملوا فريقين وكل فريق هيقف صف، وهيبدأ كل لاعب من الفريق يروح ناحية الاكس او، وبعد كده يرجع يسلم على اللاعب من الفريق اللي معاه، فهو يبدأ يتحرك وهكذا. ولما يكونوا اكتر من 2، فكل فريق هيكون معاه 3 كونز او 3 تيشيرتات، وهيبدأوا يروحوا ويرجعوا بالشكل ده ويغيروا مكان التيشيرتات او الكون. ممكن نحط حواجز قبل ما اللاعب يروح للاكس او او المربعات بالشكل ده، ممكن نحط شواخص واللعيبه تبدا تعدي بينها، ممكن نعمل موضوع الازازه ان هو اللي هيلب الازازه صح هو اللي هيروح للمربعات الاول، ممكن ندخل الكره في الموضوع واللاعب يبدا يعمل دريبل بالشكل ده ويحط الكونز، وبعد كده يرجع لصديقه برده دريبل، وممكن يروح دريبل بالشكل ده وهو راجع يمر الكره لزميله وزميله يتحرك بسرعه وهكذا. ممكن نصعب التمرين اكتر بالشكل ده، اللعيبه تتحرك ناحيه القمع اللي عايزين يحطوا عليه القمع اللي معاهم، يحطوا القمع ويرجعوا تاني نقطه البدايه ويكرروا نفس الحركه لحد ما حد فيهم يعمل اكس. التدريب له فوائد عديدة من الناحية الذهنية والبدنية والفنية، ونبدأ بالناحية الذهنية. من الناحية الذهنية، لو خدنا المثال ده وبصينا على نيمار، فنيمار لازم يكون مركز، وميسي بيتحرك لأن ميسي عارف الفريق، فلازم يكون مركز هو هيعمل ايه والخصم هيعمل ايه، فاحنا هنا كده بنشتغل على التركيز طول الوقت. وتاني حاجة اتخاذ القرار، فنيمار هنا بيتخذ قرار قبل ما دوره يجي، فميسي وانيستا رايحين، فنيمار بيكون اتخذ قرار بيشوفهم يعملوا ايه وبيتخذ قرار قبل ما ميسي يرجع له، كده بيشتغل على اتخاذ القرار. تالت حاجه وهي سرعه رد الفعل، فبعد ما ميسي وانيستا يلعبوا لعبتهم، فالقرار اللي كان واخده بيحتاج يغيره بناء على التغير اللي حصل قدامه، فكده هنا بنشتغل على سرعه رد الفعل. رابع واهم حاجه وهي المتعه. اما بالنسبة للناحية البدنية، فناخد مثال على ميسي هنا. اول حاجة وهي السرعة الابتدائية او التسارع، فميسي بيكون واقف بيبدأ يتحرك بسرعة ناحية الدوائر، فهنا بنشتغل على التسارع او السرعة الابتدائية، وهي انك تبدأ سرعتك من الصفر وتوصل لاقصى سرعة في فترة صغيرة. تاني حاجة بعد ما ميسي يروح للدوائر، فبيقف وبيغير اتجاهه، فكده بنشتغل على تغيير الاتجاه. تالت حاجة مع تدريب الكتير هنشتغل على قدرة التحمل. اما بالنسبة للناحية الفنية، ودي هتكون لما ندخل الكورة في التمرين،
فيها هنبدا نشتغل على الكلوز كنترول دريبلينج او التحكم بالكره في المساحات الضيقه، ومش بس التحكم بالكره في المساحات الضيقه، كمان هنتعود على ان احنا نرفع راسنا كل شويه ونشوف المساحه اللي حوالينا، وده المطلوب بجانب هنشتغل على العوامل الذهنيه الاخرى زي التركيز وسرعه رد الفعل واتخاذ القرار مع التحكم بالكره ومع رفع. عرفني بقى تحت في التعليقات تقييمك للتدريب ده، وهل من وجهه نظرك يعتبر من افضل التدريبات في كره القدم، ولو حابب تشوف تدريبات اكتر للمتعه فعرفني برضو تحت في التعليقات. ولو عجبك الفيديو اللايك الجميل والشير على السوشيال ميديا عشان الكل يستفاد. محتاجين نوصل القناه 100,000 مشترك قبل نهايه عام 2022، وتقدر تتفرج على سلسله العامل الذهني في كره القدم من هنا، وسلسله تعليم الاساسيات ومهارات كره القدم من هنا، وتعمل اشتراك في القناه من هنا لو لسه ما اشتركتش. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. معكم مرشد توت، واشوفك يا صديقي في الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.